هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. قرار مفاجئ يغضب أنصار الوداد. عبر مجموعة من أنصار فريق الوداد الرياضي عن عدم رضاهم عن التوقيع المحدد للمباراة التي ستجمع فريق الوداد الرياضي بنظيره يوسفية برشيد يوم غد الأربعاء بملعب العربي الزوالي برسم الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم. وكشفت جماهير الوداد الرياضي أن إجراء مباراة فريقهم أمام يوسفية برشيد على الساعة الرابعة عصرا لا يناسب الكثير من الجماهير الودادية بسبب التزاماتهم المهنية. وأشارت بعض الجماهير الودادية في تدوينات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن تغيير موعد مباراة من الخامسة إلى الرابعة عصرا يعد إجحاف في حق جماهير الوداد، وتابعت إلى أنه حري بإدارة نادي الوداد الرياضي أن تتدخل من أجل إجراء المباراة في ملعب آخر عوض اختيار ملعب العربي الزاولي. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.